السلام عليكم أعزائي المشاهدين المشاهدات، مرحبا بكم معايا. تشوفوا الأجواء كي دايرة مباشرة دابا في طنجة، مارينا باي. أجواء زوينة صراحة بزاف، كانت الحرارة مرتفعة بزاف واليوم شوية وبدا الغيم كيطلع في السماء. على وعسى تكون رحمة من عند الله، يبشرنا الله بأمطار الخير والبركة إن شاء الله اللي احنا محتاجين لها في هاد اللحظات. انتم كتشوفوا معي الاجواء زوينه صراحه بزاف ونقيه. صراحة الأجواء مزيانة، الناس كيتحركوا، كاين السياح. طنجة مارينا باي نقية بزاف، كتسمى طنجة مارينا باي انترناسيونال، نقية بزاف وفيها مقاهي، فيها بزاف ديال المرافق هنايا اللي الانسان يمكن يجي يلقاهم. هنا دي ريستورون الانسان يجي يقدر يدير طويره هنايا يرتاح. كتسمعوا البحر هايج، بحر هايج بزاف. شاطئ فيه الناس، كاين الناس اللي مستمتعين، كاين الناس اللي كيجلسوا عند البحر، كاين رواد الالعاب كرة القدم، كاين اللي كيمارس الرياضة ديالو، كاين اللي كيسبح. في نفس الوقت كنشوفو راه كاين واحد فين كيعوم خارج، واخا البحر فهاد الحالة هكا هايج شوية، لكن المنظر زوين صراحة بزاف. دائما من طنجة مارينا باي انترناسيونال. نقية بزاف، المنظر فيها زوين بزاف. بزاف ديال المرافق هنايا، اي حاجه الانسان يحتاجها يلقاها هنايا. اللي مهم هو المنظر زوين والنظافه بزاف، كلشي نظيف هنايا. كما قلت كاينين بزاف ديال المرافق هنا اللي مزيانين بزاف وهما عامرين، كاين فيهم السياح اجانب، كاين السياح داخليين، كاين الناس بيان سور ديال طنجه اللي كاينين هنايا.
الصالحة، كل شيء نقي، كل شيء زوين، أجواء زوينة هنا بزاف. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، تكون عجبتكم هذه اللحظة اللي شاركتها معكم، وما تبخلوش عليا الاشتراك ديالكم، دعموني بالضغط على الزر اشتراك وجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. شكرا بزاف، ومرحبا بالمشاركة ديالكم، ومرحبا حتى بالانتقادات ديالكم. شكرا، إلى اللقاء في فيديو آخر.